وهذا يا أخوان مرارا نحدث عنه نشر، الناس تجدهم في يوم في العشر يبدأون يقولون ترى ليلة القدر خلاص ثبتت أو رأت رؤيا تواترت رؤيا 21 أو 23. ما الذي يحدث؟ أولا أن هذه الرؤى قد لا تكون جازمة، ثانيا تفوتون على الناس، قد تفوتون على الناس ليلة القدر الحقيقية، لأنك عندما تقول هي ليلة 23 ويجتهد الناس في 23 يتركون ما بعدها أو يتساهلون أو تضعف عبادتهم، وقد تكون ليلة 25 أو 26 أو 27 أو 29. فلك من الأخطاء قد يقول طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخبر وقال التمين سؤال في السبعة، يكون على إطار نطاق محدود، لا مانع أن تخبر من حولك. أنا أعرف بعض الأخوة المعبرين تأتيه رؤى كثيرة لا يعلن هذا أبدا، إنما من حوله من أهله من أقاربه يقول جاءتني رؤى تواترت من أناس أنها ستكون في الليلة الفلانية فاجتهدوا دون أن يقطع بذلك. أما الذي ينشر الآن في الأنترنت وغيرها، والدليل على ذلك أننا في كل سنة نرى يقولون تواترت في 23 و25 و27. طيب هي ما تتكرر ليلة القدر، ليلة القدر لا تكون إلا ليلة واحدة، فلما هي كلام حقيقة إشاعة للناس وإضعاف للعبادة والهمة في ذلك، فلا يلتفت لهذه. هذه معاني مهمة في التماس ليلة القدر، لأنه يا أحبتي والله من حصل له ليلة القدر وقبل الله منه حصل على خير عظيم، حصل على خير عظيم. ليلة واحدة خير من ألف شهر، لكن لها شروطها، لها آدابها، لها صفاتها، كما بيّنت وسأبين بإذن الله.